نظرا لعدم الإفصاح بالمعيار المعتمد. مثلا تركيا تعرب عن معيارها أنها تعتمد الحساب، تعتمد الحساب في الإثبات وفي النفي، تعتمد الحساب. فإذا وقع مثلا الاجتماع قبل مغيب الشمس يقولون الغد غرة الشهر، هذا في تركيا. ولكن بعض المشارقة هم يقولون بأن الرؤية مثلا رؤية الهلال بالرؤية البصرية، ولكن العلم يرى أن ذلك مستحيل، يرى استحالة الرؤية، استحالة الرؤية. مثلا من زعم أنه رأى الهلال مثلا يوم 29 من رمضان فهذا يتنافى مع العلم، فالرؤية مستحيلة، الرؤية البصرية مستحيلة، هذا بالعلم. ولذلك قلنا إذا قال العلماء حجة في النفي وليس حجة في الإثبات يكون حجة على الكذاب. فإذا جاء شخص مثلا ويدعي الرؤية في وقت الاستحالة، مكان الاستحالة، ينبغي أن 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 ترد شهادته، الشهادة غير مقبولة. لماذا؟ لأنها تتنافى مع العلم، تتنافى مع العلم. والحمد لله هذا البلد يعني بشهادة العلماء، علماء الفلك وبشهادة مجموعة من العلماء يرون أن المغرب رائد في هذا الباب، وزائد سلطنة عمان وزائد مثلا باكستان، فهؤلاء يتحرون الهلال. وقل ما يخالف مثلا حتى باكستان وسلطنة عمان، سلطنة عمان يعتمدون التلسكوب. الفرق بين المغرب وسلطنة عمان أن المغرب لا يعتمد إلا الرؤية البصرية، وبالتالي فإذا خالفت مثلا سلطنة عمان يعني أنهم اعتمدوا التلسكوب، أما هم يرون يعني يتحرون الهلال ويعتمدون الرؤية البصرية. ولكن بالعكس نجد في دول، لأن احنا كل دولة لها مسؤوليتها ولها سياستها، نحن لا نتدخل في هذا، وإنما هذا شرع، الشرع يرى الرؤية أن يعني المعيار المحدد هو الرؤية البصرية العارية كما يعتمدها المغرب. فالمغرب يعتمد الرؤية البصرية العارية غير مزودة لا بتلسكوب ولا بمنظار ولا بشيء. ولذلك ولله الحمد فالثقة الكاملة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد تتبع العلماء المغرب لسنوات ولم يرتكبوا ولو خطأ واحدا، 30 سنة هم يتربصون، ولكن لا يمكن أبدا. إذا قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرؤية واضعة، الرؤية ممكنة، فهي ممكنة. إذا قالت الرؤية مثلا عدم ثبوت الرؤية فهو حقيقي وصحيح. ولذلك على المغاربة أن يطمئنوا، وأن لا ينبغي يعني أن يعتريهم شيء من الشكوك. لأن البعض المشكل هو مثلا يوم العيد، عيد الأضحى، لا عيد الفطر، عيد الفطر سيتأخر مثلا الهلال بتقريبا ب 34 دقيقة، 34 دقيقة، 34 دقيقة سيبقى القمر في الأفق، ولكنه مستحيل أن يرى، لأن العلماء حددوا 48 دقيقة. فيوم العيد سيرى الهلال كبيرا ومنتفخا، فمن رأى هذه الصورة يقول بأن هما تيقولوا كلنا النهار مثلا، أنا ما غاديش يقولوا كلنا النهار، لأن مثلا في حالة الصيام حالة الإفطار، نحن سنصوم 30 يوما، هنا ما غاديش يقولوا كلينا النهار. ولكن مثلا إذا وقع هذا في البداية، لو وقع هذا في البداية فإذا رأوا الهلال في بداية رمضان يقولون كلينا النهار، لا، ولكن في العيد سيرى الهلال كبيرا نظرا للمكت 34 دقيقة زائد 50 دقيقة، لأن القمر دائما يتأخر عن غروبه كل يوم 50 حركة الإقبال 50 دقيقة، وبالتالي 34 زائد 50 يساوي كم؟ 84 تقريبا، وبالتالي سيكون القمر كبيرا. والجوزاء أو التوأمان، هذا السرطان،
ولذلك الناظر الرحمن يقول حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان ورمى عقرب بقوس لجديد نزح الدلو بركة الحيتان. هذا دار البروج